أقول هل أوصانا رسول الله أن نتبع القرآن والسنة أم أوصانا رسول الله أن نتبع القرآن والعترة؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وإنما في كتب الصحاح وفي كتب السنة إني تركت فيكم كتاب الله وسنتي، وهذا هو الرئيس وليس صحيح. سؤالي لك أنت على الخط أو انصرفت؟ أقول لك نعم. أقول لك يعني هل إذا سن الرسول سنة نتركها أو نتبعها؟ إذا سن الرسول يعني أنت الآن تقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي تضاعف السنة، بغض النظر عن السند، هل سنة رسول الله هل سنة الرسول تتبع أو لا تتبع؟ مو أنا اللي أضعف. أيوة بس أنا أكلمك. لا أنا أكلمك بس سؤال أستجيش ما في نفسك. كتبك وصحاحك تقول بأنه ضعيف. طيب صبرا قد يكون السند ضعيفا لكن لها شواهد من الكتاب والسنة. ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والرسول أيضا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والنبي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله، قاله أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فنحن نقر لأهل بيت الرسول بالفضل، نقر لأهل بيت. من هم الخلفاء الذي أوصانا رسول الله نتبعهم؟ أربعة عندنا أهل السنة أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. الآن أطالبك بدليل من كتبك ومن صحاحك إن الخلفاء أربعة في أي كتاب وفي أي صحاح عن رسول الله بأن الخلفاء أربعة، تفضل. يسأل سؤالا يقول ما الدليل على أن الخلفاء أربعة؟ قبل أن أجيبه على هذا السؤال أسأله سؤالا، هل أنت مقر بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان أو لست بمقر بذلك؟ لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجاءت امرأة إلى رسول الله فقالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر، وأمر النبي أبا بكر أن يؤم الناس في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فهنا لفتة أنت تهملها، نعني الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا رسول الله، أما هل هناك خلفاء مهديون راشدون بعد هؤلاء الأربعة؟ نعم، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة راشد، هناك خلفاء راشدون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، أعرف كلام أعرف المراد يا إخواني، هناك خلفاء بين يدي الساعة كما ينقل أو كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. فإحنا إذا قلنا الخلفاء الراشدون أربعة نعني الخلفاء الراشدين الذين هم من الصحابة، كما نحن نقول بس على سبيل المثال الدجال معروف يأتي في زمن المسيح عيسى عليه السلام، لكن لا يمنع أن يكون هناك دجالون آخرون كما قال الرسول بين يدي الساعة 30 دجالا كل يزعم أنه نبي. لكن إذا قلنا الدجال عانينا الدجال الأعظم فتنة الذي يكون في زمن عيسى ويكون عليه السلام ويكون بين يدي الساعة، فإذا قلت لك الخلفاء الراشدون المهديون أربعة أعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الذين تقلدوا أمور المسلمين عموما أربعة خلفاء. لا يمنع
أن أقول إن الحسن بن علي عليهما السلام ورضي الله تعالى عنه أنه انعقدت له الخلافة، لكن ما اجتمع المسلمون كلهم على الحسن بن علي رضي الله عنه عليه السلام، اجتمع بايعه أهل دولة دون دولة، لكن أتكلم على الذين اجتمعت عليهم أمة محمد من أصحاب رسول الله. الحسن بن علي رضي الله عنه وعليه السلام وأسكنه الله فسيح الجنان وسيد شباب أهل الجنة، مسك الخلافة زمنا قصيرا رضي الله عنه، لكن لم تكن عموم أمة محمد اجتمعت عليه. فلذا قيدت بالذي قيدت، لكن أرجع أسألك، هل أنت مقر بأبي بكر كخليفة لرسول الله وليس بمقر؟ أريد أن تكون جريئا مرة، جريء معك. أنا جريء، لا تكون جريء في كلمة حق، أفصح ما في نفسك. أنت تقر بخلافة الصديق أبي بكر أو لا تقر؟ شيخي الرسول يقول الخلفاء 12 خليفة من بعدي، هل معاوية ويزيد ومروان ابن الحكم نأخذ بسيرتهم ونتبعهم؟ هؤلاء عند ابن تيمية من الخلفاء. يا أخي الكريم، نحن لا نقر الظلم الذي صدر من يزيد ابن معاوية، افهم كلامي، لا نقر الظلم الذي صدر من يزيد ابن معاوية، ونقر أن الخلاف الذي دار بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، نقر أن الحق فيهما علي رضي الله تعالى عنه، لأمرين: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتل عمارا الفئة الباغية وقتلته فئة معاوية، لقول النبي تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، ومرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق، لكن لا ننكر فضل معاوية في الفتوحات التي فتحت في زمانه ودخل الناس الإسلام أمما في زمانه رضي الله عنه. فتفهم أمورنا، لسنا بمنتقصين آل بيت رسول الله شيئا، عفى الله عنا وعنك، لكن مشكلتك أنك تجحد أبا بكر الصديق وتجحد معروف الصديق وتجحد الآيات التي وردت في الصديق والأحاديث التي وردت في الصديق، ثم تجحد خلافة عمر، ثم تجحد خلافة عثمان، ولا تقر إلا بخلافة علي. هذا موضوعك،